رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رفع خالص التهاني إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. جاء ذلك بمناسبة الإنجاز العالمي الكبير الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بفوزه ببطولة العالم للقدرة للناشئين التي أقيمت في تشيلي. يذكر أن هذا الإنجاز التاريخي يعد لأول مرة في تاريخ سباقات القدرة بالمملكة بعد أن انطلقت في عام 2000، وقد أقيمت البطولة لمسافة 120 كيلومترا وعبر 5 مراحل، حيث حقق الفارس فهد الخاطري المركز الأول متفوقا على الفارس الإماراتي سعيد محمد المهيري وزميله منصور سعيد الفارسي، كما حقق الفريق البحريني المركز الأول على مستوى الفرق. وقد تكون الفريق من الفرسان فهد الخاطري ومحمد الخاطري والشيخ محمد بن مبارك الخليفة وسالم سبت والفارس دانا البن غدير. وأقيمت البطولة بمشاركة 11 دولة بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والجزائر بالإضافة إلى مملكة البحرين. مارك مارك مارك.